السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. توزيع رواتب المتقاعدين مساء الخميس المقبل. كشف مصدر مصرفي مطلع عن موعد توزيع رواتب المتقاعدين، وذكر المصدر أن رواتب المتقاعدين ستوزع مساء يوم الخميس المقبل، وبين أن التوزيع سيكون بعد أن يتم استكمال تمويل المبالغ من قبل وزارة المالية تصل ل 25 مليون. الرافدين يطلق سلف جديدة لثلاثة فئات. أعلن مصرف الرافدين إطلاق سلف إلكترونية جديدة للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين، فيما أشار إلى أنها تصل إلى 25 مليون دينار. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن الرافدين حدد السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، مبينا أن السلف تبدأ من 5 مليون دينار ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي. وأضاف أن السلفة تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين.